الدورة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف بمدينة قالما كانت هذه المرة متميزة واستثنائية وثرية، وهذا من خلال المشاركة الواسعة لوجوه مسرحية تركت بصمات واضحة على الركح. الدورة التاسعة والتي انطلقت على ركح المسرح الجهوي محمود تريكي لمدينة قالما تركت الباب واسعا للمشاركة الفنية دون أن تحدد هذه المرة موضوعا خاصا ومحددا. إن المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف الذي انطلق اليوم يشمل برنامج ثري، ومن أهم فقرات البرنامج عندنا برنامج العروض الرسمية اللي هي عروض المنافسة على مستوى قاعة المسرح. أما العروض التنشيطية فعندنا عروض حوالي 15 عرض بالبلديات والأحياء الجامعية، وعندنا كذلك عروض مسرح الشارع على مختلف الساحات العمومية بمدينة قالما، وعندنا كذلك المحور الدورة اللي اخترنا هذه السنة ويكون الدور الجمعيات والتعاونيات التعاونيات في تنشيط الحركة المسرحية الجزائرية. الوجوه المسرحية البارزة والتي أعطت لهذه الدورة التاسعة نكهة خاصة سواء من خلال الحضور والمشاركة وسواء من خلال الإثراء الحاصل حول الموضوعات القابلة للنقاش من أجل ترسيخ هذه العادة والخروج بمسرح جزائري مرتبط بقضايا الأمة. شوف، هو تنظيم تظاهرة أو مهرجان أو ما لازمش نسبق الأحداث، قال تقام المهرجان من أجل مهرجانات ولا ما أنا ما نظنش بالتفكير هذا المغلق هذا. أنا نظن باللي أضعف الإيمان على الأقل قدمت عروض للناس اللي جاوا وشافوا عروض للمتفرجين، على الأقل تفتحت قاعة اللي كانت قاعة هذه مغلقة، على الأقل كانت فرصة واحتكاك بين الفنان والجمهور، وهذا اللي نحتاجوه. وكذا لذلك كل المهرجانات اللي نعرفها على الاقل يخرج منها فنان او فنانه او عمل مسرحي ويشارك في مهرجانات. ما لازمش يعني نسبق الاحداث ونقول مهرجان فلاني اقيم من اجل مده معينه او مهرجان. شوف، كل حاجه تقام يعني تعطي فرصه للفن او تعطي فرصه للفنان نباركها، الى ماشي اليوم غدوه الى ماشي غدوه. ولكن لما نقول طبعا التاسعه معناتها ناس وقفت تجتهد ويتامل بفكره، الى ماشي في التاسعه ربما في الحادي عشر في الطناش يخرج فنان كبير من قلمه. والله سؤالك حول المهرجان مثل هذه والفاعليه تاعها وماش تقدر تقدم للشباب، هي مجال للاحتكاك اولا واخيرا، هي مجال لصقل المواهب، لانه هناك مدارس في المسرح اللي لابد على الشاب انه يطالع عليها كلها. احنا كلجنه تحكيم رايحين نكونوا للترتيب، نرتبوا العروض هذه حتى باش العرض الاول يطلع للمسرح الوطني عرضين في الاوف، اما العروض الاخرى ان شاء الله راح تكون لها مشاركات اخرى في الايام القليله والاعوام القليله. ولكن الهدف من ملتقيات كما هذه هي من اجل الاحتكاك، من اجل تبادل الخبرات والمواهب، لانه بلادنا واسعه وفيها مواهب شرقا غربا بكل انحائها. الدوره التاسعه للمهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف بمدينه قالما والتي ستستمر على مدار اسبوع كامل كانت ناجحه بكل المقاييس، وذلك بفضل التنظيم المحكم من جهه، وكذا من خلال كثافه المشاركه وتنوع الموضوعات من جهه اخرى.